الحياة تعود تدريجيا إلى هذه المزارع ببلدية سلمحجوب، فالفلاحون يشمرون على سواعدهم بعد أن هجروا أراضيهم لعقود من الزمن بعد استتباب الأمن بالمنطقة. نصر الدين وغيره انتظروا طويلا قبل أن يقرروا العودة إلى العمل الفلاحي، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فمنتوج العنب لهذه السنة لم يكن في المستوى المطلوب بسبب نقص الأدوية وغلائها. أنا نخدمك وكي توجد الغلاء راه تخسر لنا، ما الدواء غالي وما قدرناش نشروه هكذا. ما الدولة ماشي مساعدتنا في العنب كيف راه صاري له. عندنا ثانيك التفاح، ثانيك مرض من الدواء موش مليح، خدمة ما كاش، صاحب تركتورات ما كاش اللي يخدم. تعد الزراعة في هذه المنطقة مصدر حياة بالنسبة للكثير من الأسر، لكن غياب بعض المرافق والضروريات قد يضطر الكثير منهم إلى الهجرة نحو المدن. بيت 50 سنة ونسكن هنا، ما كان لا طريق لا ما، ما كان والو كاع، قطرة تاع ما وكاش، كان عين وراي بعيدة بك وزوج كيلومتر. هذيك حاجة كبيرة حمار يجيب، كي يكون عندك مرض ربي يحفظه خاص، سما حتى وين يطلع النهار مات ولا ما ماتش كيف كيف. وأمام هذه الظروف غير المشجعة يزيد العزوف عن العمل في القطاع الفلاحي حتى من أبناء الأرياف الذين أصبحوا يبحثون عن بدائل أخرى أفضل من العمل المجهد في الحقول.